سلام عليكم وجينا لكم بالخير، وملائكة الرحمة بتقول لكم اعملوا لايك وشير وهتساعدكم في المستشفى لو لا قدر الله عندكم تقرير، وتوضب لكم الغرفة وتظبط لكم السرير. عندها من الصبر وسعة الصدر الشيء الوفير، ولو اديتك حقنة تلاقي ايدها ناعمة وحنينة زي الحرير، دايما بتساعد المفتح والضرير. نوعيتها منها البلسم ومنها الطلسم، في كل مستشفى لابد منها، ولا تقدر مستشفى تستغنى عنها، جنب الدكتور والتانية في الدور، ولو خدت بالها منك عينك ما تشوف إلا النور، ولو حطتك في دماغها تخليك تتمنى تمشي تغور، زي القهوة لو زعلت عليك تفور. يا ترى عرفتوا مين اللي بنلف عليها وندور؟